السلام عليكم متابعي قناة إيموبيلي السيدية، مرحبا بكم في فيديو جديد معنا اليوم. بالنسبة اليوم جبتكم واحد المنزل كاين للبيع. بالنسبة للموقع ديال هذا المنزل كاين في الظهر ديال حوانت سواسة قريب للسوسيال. بالنسبة للطريق على البحر عندك 10 دقائق على رجلين، يعني كتخرج من الباب ديال الدار كتمشي معك الطريق نيشان ما تدور لا اليمين لا اليسار حتى كتخرج في البحر. بالنسبة للمساحة ديال هذا المنزل فيه 85 متر في 100 خارج. بالنسبة للريتشوسي عندنا صالون، عندنا لا كويزين، عندنا واحد بتيت صال دو بان. وبالنسبة للبخومي عندنا بتيت صالون، عندنا دو شامبر، عندنا واحد صال دو بان كبير. وبالنسبة للفراش يعني ماشي شي فراش، هذا ديال الكريا وصافي، مولاها كان كيكريها بالليلة في الصيف. المهم بالنسبة للثمن خوتي مولاها طالب فيها 110، كنت جبت له شي ناس يعني كانوا عطاوه 95 مليون، قال لهم اخر ثمن هو 100 مليون، يعني اخر ثمن ديال البيع خوتي هو 100 مليون. بالنسبه للناس اللي جبتهم هذه الفيلا هذه كلكم تواصلوا معايا على الواتساب اللي كاين تحت في لا فيديو، وما تنساوش ايضا تشتركوا في القناه باش ديما يوصلكم الجديد ديال العقار في مدينه السيديه. خليكم تكملوا على خاطركم، تشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.